سعيد، كلمنا كده في البداية، الفكرة جات لك ازاي؟ يعني هل انت فكرت وخططت ان انت تعمل ده، ولا لاحظتها مثلا انه حد عاملها وابتديتوا ان انتوا تتعاونوا بشكل معين؟ والله الفكرة ان الموضوع ده بقى منتشر جامد دلوقتي، الناس من كتر قعدتها في البيت والحظر بقت مخنوقة عايزة تعمل اي حاجة كده تفك بقى الفراغ اللي هي فيه. يعني الموضوع بقى جامد كده، يعني بقينا نمشي في اي حته نلاقي طيارات وكده. انا كنت زمان بعمل طيارات، فصاحبي طلب مني ان انا اعمل له طياره وكده، فعملنا طياره حطينا عليها اللوجو بتاع النادي الاهلي، فعجبت ناس كتير من ضمنهم استاذ سامح اللي هو بيصور ده. سامح ابو الحسن. فجي صورنا بالكاميرا بتاعته ونزلها على صفحه النادي الاهلي. اي نعم عجبت ناس كتير، وفي نفس الوقت يعني تريقوا عليها شويه عشان كان موضوع تركي شاغل الدنيا شويه. يعني انت بدات الموضوع بحاجه انت بتحبها وانت مات النادي الاهلي، صح؟ ايوه صح. وبعد كده انتشر الموضوع عندك في المنوفيه وبقى في طيارات ورقيه كتيره جدا. لا هي كده منتشره. طب كلمنا بقى عن الموضوع دلوقتي، الفكره اللي موجوده. الموضوع بقى لما الاستاذ سامح جه صورنا قال لنا طيب ما تعملوا حاجه تقلدوا بقى الشهداء، عشان مسلسل الاختيار مأثر في الناس قوي بطريقه كبيره. فهو اول ما قال الكلمه ديت يعني انا بصراحه شفت ثلاث طيارات طايرين قدامي شكلهم زي ما هم كده، فبصراحه عجبتني جدا وانا نفذتها يعني الحمد لله يعني بفرح كده. وكانت لحظه حلوه لما كانوا الصحابه بتطير الطيارات، كانت يعني حسيت كده بعينهم بنظره جميله كده ان احنا زينا السما بابطالنا بصور ناس بصراحه يعني تستاهل ان هو مكانهم في السما ابطالنا وشهدائنا.